الراحة النفسية للأهل وخاصة الأم مهمة جدا جدا في تطور وتحسن طفل التوحد. تفاصيل مهمة ضمن هذا الفيديو، تابعوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم أخوتي أخواتي أهالي أطفال التوحد؟ أتمنى من الله أن تكونوا أطفالكم بأفضل حال وتقدم وتحسن مستمر إن شاء الله. اليوم سنتكلم عن موضوع مهم جدا في حياة طفل التوحد، وهو الراحة النفسية للأهل وأهميتها في تحسن وتطور هذا الطفل. طبعا أخوتي أخواتي، كما قلنا لكم سابقا أن طفل التوحد طفل ذكي جدا، يعني يقوم بدراسة ما يوجد أمامه من أقارب، من أهل، من أخوة، يعني المحيط الذي حوله بشكل عام، يقوم بدراسته بنظرة واحدة ويحدد نقاط ضعف الجميع ونقاط ضعف القوي. لذلك نحن كأهل، وكما قلت لكم أخصص خصيصا الأم في هذا الموضوع، لأنها يعني تبقى الفترة الأطول مع طفلها في المنزل. ربما الأب يخرج للعمل، ربما يعني يغيب عن المنزل أيام أو معظم أوقات النهار يعني، أما الأم موجودة مع الطفل كافة أوقات النهار. لذلك يعني أركز على هذه النقطة. فكما نعلم جميعا أن اضطراب طيف التوحد هو يعني اضطراب يصيب الطفل من عمر السنة إلى 3 سنوات، يعني هذا هو حقيقة سن التشخيص، يشخص الطفل ضمن هذا العمر. يعني حقيقة الصفات التي ترافق هذا الاضطراب، يعني الأهل ليس لديهم المعرفة الكاملة كيف يتعاملون مع مثل هذه الصفات. من هنا تستاء نفسية الأهل، وكما قلت لكم الأم خاصة، لأنها تقضي معظم أوقاتها مع هذا الطفل، وخاصة عندما تذهب مثلا على سبيل المثال زيارة إلى أحد الأقارب، أو إلى مثلا وليكن الأقرباء المقربون مثل الأهل يعني، والطفل يحدث بعض المشابهات وبعض الفوضى، وكما تعرفون هو كثير الحركة ولا يميز و كثير من الصفات، يعني ربما الأهل يستاءون فيبدأون باللوم على الأم لأنها يعني ويلقون الأسباب وأنها هي التي سببت هذا الشيء للطفل. سبحان الله، يعني لماذا يتكلمون بهذا الشكل لا نعرف، لكن يعني ينغصون حياة هذه الأم. لذلك من هنا أوجه رسالتي إليك أيتها الأم، أنت أيتها المجاهدة، أنت أيتها الأم المكافحة، أن لا تلتفتي إلى كلام الناس نهائيا، لأنه هناك طفل بحاجتك، لأنه هناك طفل بحاجة إلى رعايتك واهتمامك. فكيف ستهتمين بهذا الطفل إن كانت نفسيتك تعبانة؟ حقيقة أتكلم عن هذا الموضوع اليوم نتيجة المشاهدات الكثيرة التي شاهدتها ضمن مواقع التواصل الاجتماعي لاستياء الحالة النفسية للأم. يعني أنا من نفسي أعرف، من نفس محمد زوجتي أعرف، أن عندما تكون نفسيتها تعبانة لا تستطيع تعليم عبد الجبار، حتى وإن أتت إلى عبد الجبار لكي تعلمه لا توجد أي نتائج. وكما قلت لكم أن طفل التوحد يعني قادر على تحديد نقاط ضعف الأهل بشكل خاص، يعني وتحديد نقاط ضعف وقوة المحيط. لذلك يلعب على الوتر الحساس عندما يرى الشخص الذي يقابله يوجد عنده نقطة ضعف، يعني يقوم باستغلال هذه النقطة لصالحه. فربما حقيقة تصبح هناك بعض الأمور السلبية، بدل أن نحقق شيء إيجابي نكون قد يعني حققنا شيء سلبي للأسف الشديد. يعني أختي الكريمة، أخي الكريم، لا أريد منكم أن تأخذوا هذه الانتقادات التي توجه إليكم من قبل أشخاص آخرين على محمل الجد، لأنها حقيقة ستسبب في استياء نفسيتكم. يعني على سبيل المثال، أنا أخذت طفلي عبد الجبار وعائلتي إلى مطعم ما، وأحدث طفلي عبد الجبار مشكلة ما، بدأ يصرخ ضمن هذا المطعم ووجود عائلات أخرى وكذا، فربما يعني شيء يزعج صاحب المطعم أو أحد العائلات الموجودة معنا في ذلك المطعم،
يعني فيقومون بتوجيه كلمة ربما لي أو لعائلتي أو لطفلي، يعني تحدث حقيقة مزعجة. هذه الكلمة ربما تحدث آثار سلبية في نفسي. حقيقة أنا لم أكن أخذ أي شيء على محمل الجد، يعني أقول هؤلاء الأشخاص ربما لا يعلمون ما به هذا الطفل، ربما يعني يتكلمون عن عدم دراي حتى وإن كانوا يدرون. يعني حقيقة كنت لا أبالي بما يقولون، لأن لدي كما قلت لكم أهداف أريد أن أصل إليها، لأنني عندما سوف أعود إلى البيت هناك يوجد جلسات تدريبية. إذا كنت حقيقة سأحزن، وإذا كنت سألوم نفسي وسأقول لماذا يا الله يعني بعت لي أنا هذا الطفل وكذا وكذا، يعني وأنا مثلي مثل أي عائلة تاني، إلي الحق بالخروج والتنزه وإلي الحق بالذهاب إلى المطاعم، وأنا طول ما هذا الطفل عندي يعني لا أستطيع الذهاب. حتى هناك بعض عائلات يعني حرمت من الذهاب إلى أقرب المقربون إلى الأهل، لأن هناك يعني الأهل لم هناك بعض الأهل لم يقدروا هذا الشيء، ويصفون الطفل ربما بالجنون، يصفون الطفل ربما بالمعاق، وبعض الكلمات التي ليس لها حقيقة أي صلة بذلك الطفل. يعني لذلك أحبتي وأخوتي يجب علينا أن لا نأخذ هذا الكلام بمحمل الجد. حقيقة يعني ستقول لي بعض الأمهات شيء بقهر، شيء يعني لا نستطيع أن نتجاهله بالأمر السهل. نعم أنا معكم، شيء لا تستطيعون تجاهله بالأمر السهل، لكن نحن لدينا مهمة أكبر من هذا الشيء. يعني إن عدنا إلى البيت وبدأنا بتقليل الجلسات لأننا مزعجون، وبدأنا بعدم إعطاء الطفل جلسات تدريبية على الشكل الأمثل وبالشكل الصحيح، سيلاحظ الطفل نقطة ضعفنا، سيستغل هذا الشيء. طبعا هذا الشيء ليس من يده، لأنه يعيش كما قلت لكم ضمن روتين قوي جدا، يعني لا يدعه يخرج من هذا التوحد. دائما هذا الروتين يبقيه منعزل، دائما هذا الروتين يبقيه ضمن التوحد وهذا الاضطراب الذي يعيشه. يعني من هنا يجب عليكم عدم إعطاء هذه الانتقادات التي توجه لكم الأهمية الكبيرة، لأن حقيقة كما قلت لكم أنا في نظري كانت لا شيء. لذلك عليكم أيها الأهل الكرام، أخوتي أخواتي، التحلي بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وبالقضاء وبالقدر خيره وشره، وأن تلتفتوا إلى أطفالكم، وأن لا تلتفتوا إلى ما يقال في الأماكن الأخرى. يعني أنا عندي قضية، عندي مهمة مع هذا الطفل يجب أن أكملها على أحسن وجه. يعني ما معقول خلي كلمة موجهة من أحد الأشخاص حتى إن كانوا أقرباء لي أن يعكروا حياتي مثلا 10 أيام 15 يوم، ألتهي وأتجاهل العمل مع هذا الطفل فتسوء حالته وربما يحدث له انتكاسات. لذلك يعني يجب علينا أن نتفادى مثل هذه الأمور. أنت أيتها الأم الصبورة عليك وجه هذا الكلام لك خصيصا، عليك أن تتفادي كل الأمور. يجب أن تكون نفسيتك مرتاحة جدا جدا في التعامل مع طفل التوحد، لأن طفل التوحد عندما يجد نفسيتك مرتاحة حقيقة لا يستطيع إيجاد أي نقطة ضعف لديك، يعني يستغلها ويكسبها لصالحه. هاي نقطة مهمة لازم تركزي عليها من أجل إيصال طفلك إلى بر الأمان. يعني هناك الكثير من الأمهات تقول لي كيف استطعت التخلص من المشكلة الفلانية، كيف استطعت التخلص من هذه الصفة، كيف استطعت التخلص من هذا السلوك. حقيقة يعني الراحة النفسية للأهل والراحة النفسية للطفل تلعب دور كبير جدا في تخلص الطفل من كافة صفاته، بالإضافة طبعا إلى التمرينات المناسبة والتمرينات الجيدة وبالأسلوب الصحيح والأسلوب الذي يعني يجعل الطفل يتقدم رويدا رويدا. يعني تخيلي نفسك يا أختي، تخيل نفسك أخي، عندما تقوم بإعطاء أو تقومين بإعطاء طفلك جلسة تدريبية في المنزل ونفسيتك معكرة ومزعوجة، وبدأت بالشرود أثناء هذه الجلسة، بدأت يعني دائما يعني لا تركزين في التعامل في التدريب مع هذا الطفل. يعني لو قارنا هذه الحالة مع الحالة الأخرى عندما تكون نفسيتك مرتاحة، طبعا معظمنا يعرف أن طفل التوحد يعتمد على أسلوب التهرب من الجلسات، أسلوب يعني أي أسلوب يتبعه لكي يتخلص من هذه الجلسات التدريبية يعني سواء في المركز أو سواء في المنزل.
لذلك عندما تكون نفسيتك مرتاحة، يعني تهرب الولد من هون بتلاقي له من هون، إذا فعل الشيء تقومين بتصحيحه، إذا يعني غير الموضوع تقومين بتصحيح هذا المسار. أما لو جلست تدربين هذا الطفل وبدأت بالشرود خارج الجلسة وبدأت بالتفكير ما قال فلان وما قال علان، يعني حقيقة سيمضي الوقت وربما سيضيع الطفل من بين أيدينا، وسنهدر ربما 10 أيام أو 15 يوم كما قلت لكم بدون أي تحقيق أي نتيجة. وربما على العكس، ربما تحدث انتكاسات لدى الطفل وربما تحدث له صفات سلبية أخرى، يكتسب سلوك سلبي آخر، طبعا لأننا نحن لسنا معه حقيقة. ربما يكون جسدنا معه لكن قلبنا وعقلنا ليس معه، مشغول بالتفكير بماذا قال فلان وماذا قال علان. لذلك يجب علينا عدم الالتفات إلى ما يقال في حقنا وفي حق أطفالنا من قبل الناس الآخرين. سيأتي يوم بإذن الله سنثبت لهم جميعا جميعا بدون استثناء يعني ما هؤلاء الأطفال وما هي قدراتهم، طبعا إن استخدمنا الأسلوب الصحيح في التعامل معهم وفي التدريب، وقمنا بتدريبهم بشكل صحيح لكي نوصلهم إلى بر الأمان. حقيقة لا أريد أن أطيل عليكم أكثر، يعني هذه النقطة مهمة جدا، يجب عليك أيتها الأم، يجب عليك أيها الأب التركيز عليها جيدا. دعوا كل شيء خلفكم والتفتوا إلى أبنائكم وإلى أطفالكم لكي تقودوهم إلى بر الأمان بإذن الله سبحانه وتعالى. من لديه أي استفسار أو أي سؤال فليترك لنا تعليق أسفل الفيديو وسنجيبه إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.